في حلقة جديدة من برنامج كوكاكولا. كاتدرائية باليرم. تعتبر كاتدرائية باليرم من بين أشهر المعالم الأثرية بجزيرة صقلية على الإطلاق، تم تصنيفها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي وجهة سياحية هامة لآلاف الزوار. ويقع هذا الصرح المعماري بقلب مدينة باليرم بالقرب من القصر الملكي النورماندي. وتعود الجذور التاريخية للمعلم إلى الفترة النورمانية القديمة، حيث كان معبداً مسيحياً استمر طيلة حكم الإمبراطورية البيزنطية. وخلال العصور الوسطى تحول المعبد المسيحي إلى جامع إسلامي أسسه الأغالب القادمون من شمال إفريقيا، بعدما بسطوا نفوذهم على المنطقة في القرن التاسع للميلاد، وصار يطلق عليه الجامع الكبير. وبعد سيطرة النورمان على صقلية خلال القرن الثاني عشر للميلاد، أمر الملك غيوم الثاني بتحويل الجامع إلى كنيسة مسيحية كاثوليكية أشرف على أحداثها القديس غوتي أوفاميل، طمس على إثرها الجامع هذا. وقد عرفت أيضاً توسعات هامة وكبيرة خلال القرنين الرابع عشر والسادس عشر للميلاد، كان أهمها إضافة أبراج عالية في أطراف الكاتدرالية أين طغت عليه الأنماط الأوروبية الرائجة كالفن الباروكي. هذا المبنى هو عمل فني معماري تميز بمسحة جمالية منفردة النظير، تمزجت فيها التأثيرات العربية الإسلامية بالفنون الغربية المسيحية، وبرزت فيها الأساليب والطرز المعمارية والزخرفية العربية الإسلامية، أين تمت الاستعانة في بنائها بمعماريين وحرفيين وأصحاب صنائع ذات أصول عربية، وقد تركوا بصماتهم واضحة وجلية في هذا المصلى تذكرنا بتاريخ السلف الحافل. ولعل أهم شاهد على ذلك تلك النقيشة المثبتة بأحد الأعمدة التي تزين الواجهة الرئيسية للمبنى، والتي حملت كتابة عربية منفذة بالحفر البارز تمثلت في آية قرآنية نفذت بالخط الكوفي. ويرجح الباحثون أنها سارية تم استئصالها من الجامع الأعظم، وأعيد استعمالها بالرواق الرئيسي الذي يتقدم مدخل الكاتدرالية. ازدانت الواجهة الأمامية للكاتدرالية بسلسلة من العقود الصماء المنفذة بواسطة الحجارة المهندمة، تنوعت أشكالها وتصاميمها، منها العقود الدائرية والعقود المدببة المستلهمة أساساً من العمارات الفاطمية، وقد سمحت بارتفاع المداخل واتساعها وفق التصميم المطلوب. وما يلفت الأنظار ويشد الناظر في هذا المعلم
هو تصميم وزخرفة واجهته الشرقية التي يبدو عليها جلياً التأثيرات المشرقية الإسلامية، أين تفردت بسلسلة من العقود المدببة الصماء المتداخلة والمتشابكة فيما بينها، والمزدنة بقطعاً من الحجارة الرخامية المتناوبة الألوان لرسم زخارف نباتية وشرائط هندسية متشابكة وأشكال أرابيسكية معقدة، مما أضفى على الواجهة الخارجية نوعاً من الخصوصية والجمالية التي تذكرنا بالمعالم المشرقية. وعموماً تعتبر تقنية الترصيع بالحجارة المتعددة الألوان إحدى أهم التقنيات التي عرفت انتشاراً واسعاً في زخرفة المباني والعمائر الإسلامية. ويتكون المبنى من قاعة صلاة كبرى تكونت من 3 بلاطات طولية تتوجها قباب دائرية، ويتوسط قاعة المصلى أو المذبح الرئيسي، وتعود أهم زخارفها إلى أواخر القرن 18 للميلاد. كما احتفظ المبنى ببعض زخارف القرن 12 المستلهمة عن العمارة الإسلامية الفاطمية، حيث شكل المقرنص أهم العناصر التي ظلت شاهدة على مساهمة الفنانين والحرفيين العرب في بناء هذا الصرح. تحتل كاتدرائية باليرم مكانة تاريخية هامة، ففي هذه الكنيسة توج جورج الثاني أول ملك على صقلية سنة 1130 للميلاد. كما دفن في هذه الكنيسة عديد الملوك والأباطرة ورجال الدين، تم دفنهم بمقبرة تقع بالطابق السفلي للكنيسة. من بينهم نجد الإمبراطور فريدريك الثاني، الملك روجي الثاني، والقديسة سانتا روزاليا حامية مدينة باليرم. وتنضوي الكاتدرالية على جملة من البدائع والكنوز المحفوظة، نجد من بينها عباءات رجال الدين المطرزة وتاج الملكة قسطنطينوس الأراغون المصنوع من الذهب والمرصع بالجواهر النفيسة، وقد حمل نقيشة عربية كتبت بالخط النسخي. قد استمتعتم بهذه الجولة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.